سبحان الله، أحيانا الكلمة اللي أنت تقولها للناس اللي حولك تغير فيهم شيء كثير، فلا تستهين بالكلمة واسمع هذه القصة. جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له: لقد اشتريت دارا وأرجو أن تكتب لي عقد شرائها بيدك، اكتب لي العقد بيدك. فنظر إليه بعين الحكمة، شاف الرجل يحب الدنيا ومقبل على الدنيا وفرحان كأنه امتلك بيت في الجنة. اسمعوا ماذا قال له، أراد أن يذكره بالآخرة. فكتب إليه قائلا: أما بعد، فقد اشترى ميت من ميت دار في بلد المذنبين، وسكة في شارع الغافلين، لها أربعة حدود: الحد الأول ينتهي إلى الموت، والثاني إلى القبر، والثالث إلى الحساب، والرابع إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأعطاه قصيدة فقال له، اسمعوا ماذا قال له. فقال له: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها، ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. أين الملوك التي كانت متسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ فكم مدائن في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، لكل نفس وإن كانت على وجل من المنية آمال تقويها. المرء يبسطها والدهر يقبضها، والنفس تنشرها والموت يطويها. إنما المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها، والعلم ثالثها، والحلم رابعها، والجود خامسها، والفضل سادسها، والبر سابعها، والشكر ثامنها، والصبر تاسعها، واللين باقيها. والنفس تعلم أني لا أصادقها، ولست أرشد إلا حين أعصيها. وأعمل لدار غد رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن محض ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة، تسبح الله جهرا في مغانيها. من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. بكى الرجل وقال: والله يا أمير المؤمنين، أشهد الله أني قد تصدقت بداري على أبناء السبيل. وهذا الرجل فعل كمال البر. ليش؟ سبحان الله، لأن الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ونختم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، واكثروا من هذا الدعاء: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تنسوني من صالح الدعاء. سلام.